أكثر حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيد رائد. أبرز ما يثير اهتمامكم من شهادة باول المرتقبة أمام الكونغرس الأمريكي؟ بلا شك النقطة الأهم المنتظرة من جيروم باول أنه يتحدث عن إمكانية مزيد من أدوات التحفيز. الاقتصاد الأمريكي مقبل على أن يكون هناك انكماش حتى الآن في النمو الناتج المحلي الإجمالي أو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3%، وهو رقم متواضع نوعا ما على الرغم من الأزمة وضراوتها، دليل على أن الاقتصاد الأمريكي حقق الكثير بعودته من أقصى أعماق هذه الأزمة، ولكن الأنظار تتجه إلى مزيد من التحفيز المطلوب. هل الإبقاء على السياسة التحفيزية التي قدمها الفيدرال الأمريكي كبرامج تيسير نقدي وكذلك أسعار فائدة ممتدة إلى 3 أعوام ممكن أو 4 أعوام سوف تبقى هي الأداة الوحيدة التي لدى الفيدرال الأمريكي، أما أنه سيدفع أسعار الفائدة ممكن في المنطقة السلبية بشكل أكبر وضخ مزيد من البرامج التحفيزية؟ هذا ما تنتظره الأسواق، لأنه رأينا الأسواق تتراجع لأنها ما رأته من الفيدرال الأمريكي يعتقد أو يعتبر نوعا ما غير كافي، إنما فقط في عندي الأسهم الدفاعية اللي هي تكنولوجيا، قطاع تكنولوجيا حاليا هو الذي يتمتع بالارتفاعات، أما قطاعات البنوك شهدت تراجعات واسعة وحادة، وهي سببت التراجعات الحادة في اليومين الماضيين على مؤشر داو جونز وعلى مؤشر أيضا S&P 500، وذلك دليل ضمني على أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج مزيد من التحفيز. طيب ننتقل لأسواق السلع. الذهب اليوم كسر حاجز 1900 دولار نزولا ثم ارتد فوق هذا الحاجز ليستقر عنده حتى الآن. تفسيرك لي أو قراءتك لتحركات الذهب؟ قوة الدولار الأمريكي هي التي سببت هذه التراجعات، التفضيل المستثمرين للدولار الأمريكي والتخارجات التي شهدناها سواء كان من أسواق الأسهم مثل ما ذكرنا والتراجعات التي سببتها، إضافة حتى إلى الذهب، يعني هي عمليات جني أرباح كانت على أسواق العائد المرتفع وتخارجات، ومن ضمنها الذهب المقيم بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي شهد ارتفاعات حادة، وتشهد نوعا ما المحافظ الاستثمارية سلوك مرتبط بتراجعات أسواق الأسهم أن يكون هناك أيضا تسهيل في حيازاتها في أسواق الذهب، وذلك سبب هذه التراجعات، وممكن أن يبقى الذهب على يعني بالموجة الهابطة نتيجة قوة الدولار الأمريكي ونتيجة وجود أسهم التكنولوجيا التي تحقق الوفرة والارتفاع بالنسبة لطالبي الرغبة بالاستثمار. نعم. طب أسعار النفط المقابل كما رأيناها الآن ترتفع بأكثر من 1%، تفسيرك أولا لهذه الارتفاعات، هل لها علاقة بالعاصفة المدارية في المكسيك؟ يعني أعتقد التفسيرات مرتبطة بشكل كبير بإمكانية الضغط أكثر على المعروض النفطي، التزام أوبك وتخفيضاته بحوالي 7 مليون برميل. الأفاق الإيجابية نوعا ما بأن يكون هناك التقاء أو سيطرة على المعروض النفطي، وأيضا أي هبوط دون مستويات 40 دولار للبرميل بلا شك عم بيأثر على الإنتاج الصخري، وبالتالي يؤثر أيضا على المعروض النفطي، بالتالي هي معادلة مرتبطة بإمكانية الارتفاع، ولكن يجب أن نعلم أن هذه الارتفاعات قد تبقى محدودة ولا تسبب مزيد من طب عودة الانتاج الليبي كيف سيؤثر على برنت تحديدا؟ يعني نحن نتحدث عن حوالي 1,300,000 برميل ممكن أن يتم ضخهم جديدا من الانتاج النفط الليبي، سوف يزيد من الضغط، ولكن بالمقابل لدينا أوبك بلس التي تتحكم بإمكانية مزيد من الخفض وتوعد بمزيد من الخفض في الانتاج في الفترة القادمة لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط. طيب المخاوف من ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا، أيضا التدابير الاحترازية لا أزال لها وقع ثقيل على الأسواق، كما ذكرت أسهم شركات التكنولوجيا أسهم يعني دفاعية، ولكن هذه المخاوف، هذه التدابير، هذه زيادة عدد الإصابات وقع على المدى الطويل على الأسواق وعلى المخاطر، الاستثمار في عالي المخاطر. يعني دعنا نطرح مثال الاقتصاد البريطاني الذي يواجه إمكانية أن يكون هناك يعني عودة إلى العمل من المنزل والفرض التدابير الاحترازية، خصوصا الاقتصاد البريطاني لم يكن بهذه الشكل، أو ساسة المملكة المتحدة لم يكونوا يتجهون إلى المبالغة في restrictions أو الضوابط الاحترازية لكوفيد 19. مع الموجة الثانية يوجد هناك إمكانية ضرر كبير،
الكبير وأكبر المتضررين. نحن نتحدث عن السياحة وقطاع السياحة وقطاع الترفيه وقطاع النقليات ومستفيدين كذلك الأمر. يعني على سبيل المثال نعطيك الجيمينج سيكتور، ارتفعت أسهمهم بشكل كبير في المملكة المتحدة بنتيجة إمكانية إعلان العودة أو الإعلان عن إمكانية الإجراءات الاحترازية وعودة العمل من المنزل في المملكة المتحدة. هذه عبارة عن تغير في السلوك الاستثماري والسلوك الاستهلاكي لدى في الفترة القادمة، وقد يسبب يعني وفرة وارتفاعات في بعض القطاعات وتراجعات حادة تقود إلى إمكانية الاضمحلال أو الانتهاء والتلاشي من الأسواق المال العالمية بالنسبة لبعض القطاعات التي لا تواكب أزمة كوفيد 19. قراءة جميلة رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.